العالم كله بيتكلم على اللي حصل الساعات اللي فاتت في هيئة قناة السويس أو في قناة السويس بعد وقعة اصطدام القاطرة التابعة للهيئة لهيئة قناة السويس بسفينة واللي أدى إلى مصرع قائد طاقم هذه القاطرة قائد الفريق يعني الخبر هو من الشروق مصرع أحد أفراد طاقم القاطرة فهد الغارقة بقناة السويس وده بالخبر في الشروق نشر في السبت لقى أحد أفراد طاقم القاطرة فهد التابعة لهيئة قناة السويس مصرعه في حادث غرق. خلينا نشوف كده الفيديو ده بتاع غرق القاطرة فهد بعد تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة لقناة السويس. عمرو كان لسه معانا مش من 10 دقايق بس لقيت شكلي اشتغل لو انا وصلني جديد هبلغك طمنك يا حبيبي ماشي ما تقلقش لو وصلني جديد هبلغك ماشي ده الفيديو اللي موجود. انما الصادم والاعجب هو كلام اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس عن الحادث وازاي اتكلم عن هذا الربان المتوفى. نسمع كده اسامه ربيع قال لك ايه. مركب من المراكب اللي في الكونفوي جاي من هونج كونج ورايح امريكا دي خبطت في لانش قطره المصاحب معاها اصطدم فيها التحقيق بالظبط لسه طبعا لان احنا لسه اول حتى انا موجود في البحر دلوقتي مع الناس بتشوف الموضوع يعني فالمركب لما اتفتحت خبطتها جامد اتفتحت دخل فيها ميه وغرقت كان فيها سته من الطاقم الحمد لله سبعه من الطاقم سته مفيش حاجه فيهم واحد كان مفقود لغايه دلوقتي الحمد لله رجعنا في القطره يعني. طيب اللي مفقود ده كويس في مشكله؟ لا توفى الحمد لله توفى. لا يا فندم الو عايش ولا توفى؟ لا توفى توفى الحمد لله. كان مضايقنا كان قرفنا بقى وزيادات وبتاع فتوفى. الفكرة ان القاطرة دي قديمة اصلا من السبعينات بس لسه شغالة دخلت الخدمة سنة 76 يعني القناة يعيد افتتاحها سنة 75 القاطرة دي مشغالة من 76 هتبقى لصدى البلد دخلت الخدمة 76 تفاصيل جديدة عن رحلة القاطرة الغارقة فهد. الغريبة أكتر بالنسبة لي أنا أنه أسامة ربيع ركز معايا بيبو كده شوية أبو صلاح ركز معايا كده أبو صلاح. الغريبة أنه أسامة ربيع كان بيتكلم من كام يوم كده أو كام من أسبوع عن أن السيسي أنه مشتروا قاطرات جديدة وأنه قاطرات كبيرة وإن السيسي ما بخلش عليه اتكلموا على إعادة هيكلة القاطرات دي. طب دي قاطرة شغالة من 76 يعني بعد إعادة افتتاح القناة ده السادات مات وشاه إيران اللي ابنه إيه اللي دخل جاب إيه اللي جاب سيرة شاه إيران في الموضوع. أنا جاي لك أنت لو تصبر بس على رزقك. سنة 1975 أصدر الرئيس السادات قرار بإعادة فتح قناة السويس للملاحة البحرية بعد إغلاقها بعد 67 وعملوا حفل تاريخي وحضروا السادات ببدلة البحرية وحضروا أيضا ابن شاه إيران محمد رضا بهلوي شاه إيران وقتها قبل الخميني ما يجي يعني حضر الحفلة دي. القاطرة دي اللي غرقت النهاردة شغالة بعد سنة يعني الحفلة كانت 75 القاطرة دي الحقيقة يعني غرقت يعني دخلت الخدمة بعد سنة من افتتاح قناة السويس. اللافت ان قناة السويس ومن بعد الحادث او اسامة ربيع اهو برافو عليك اسامة ربيع اضافة 30 قاطرة جديدة لاسطول القناة السويس. طب ودي فين بقى؟ فين هي؟ يعني فين القناة فين بقى الأسطول ده 30 واحدة. طب ولما 30 واحدة دي شغالة ليه؟ اللافت انه قناة هيئة قناة ومن بعد الحادث ايفر جرين فاكرين ايفر جرين السفينة العملاقة اللي وقفت الدنيا دي اللي قال لك دي جنحت السفينة ومش عارف ايه. شفنا على مدار الشهور اللي فاتت حوادث في القناة زي الميكس ده كده. نشوف كده هات بقى الأخبار كده ورا بعض هات بقى حوادث اتفضل
تعويم سفينه حاويات جنحت اثناء مرور بقناه السويس 3/23 شهر مارس. اللي بعده قناه السويس جنوح سفينه شح دي في مايو اللي بعد مارس. ناقله الغاز الجانحه في قناه السويس من اسبوع لم تغادر حتى الان دي في شهر 2/23. في الوقت اللي حصلت فيه الحادثه كان اعلام السيسي الحقيقه بيحتفل بثمان سنين على ذكرى هباب، ذكرى شقه تفريعه اللي طلعوا لنا بيها وقتها ان احنا هنوطل هنبقى حاجه جامده. بص ده المصري وقناة جديدة، الفأس المصرية والأموال الوطنية، السيسي يدعو الشعب لاكتتاب شعبي والتنفيذ خلال عام، ملحمة وطنية، المصريون يشقون قناة ثانية، الوطن ضربة كانت من معلم، السيسي وقع ثقة حفر قناة السويس، الشروق انطلاق مشروع قومي للقرن 21. شوف ضربة معلم مكتوبة في جريدة الوطن ومكتوبة فوق في التحرير. ضربة كانت ميت معلم خلت الاستعمار يتكلم يتألم يتكلم يعمل أي حاجة. فاكرين ده المشروع بتاع نص الليل اللي تم بمكالمة رومانسية بين السيسي ومهاب مميش زي ما حكى الراجل كده. دخلت نمت وانا زعلان جدا. الساعة 6:30 لقيت السي دي ام بيضرب التليفون المشفر. فلقيت سيادته بيقول لي تاني يوم تاني يوم على طول يعني حك روحت نمت زعلان حطيت الورق في الدرج وخلاص ودخلت نام. دخلت نمت قدر الله ما شاء فعل. نعم الصبح لقيت تليفون الساعة 6:30 تليفون المشفر نعم سيادته بيقول لي في مهم. قلت له ايوه. كان سيادة الرئيس بيتكلم قال لي انت نمت؟ قلت له انا نمت. قال لي انا ما نمتش. قلت له عشان الفكرة؟ قال لي قلت له قبل التنفيذ من بكره الصبح. قال لي طب ما تروحش المكتب هات الورق وايه تعالى وتعالى تاني. شفت الرومانسيه اللي كان بيتكلم بيها مهاب مميش؟ ما نمتش زعلت اصل كنا بننفصل. وبعدين قال لي حقك عليا. قلت له لا ما تقولش كده احنا اتخلقنا لبعض. ده مش مشروع يا جماعه ده مش مشروع ده لقاء فاضح سري يعني ده مش مشروع. طلعت النهاردة الصحف تقول لك 8 سنين من العطاء اليوم السابع. ده الجمال كله ده الروعة كلها. 8 سنين من العطاء الشرياني الجديد يرفع الإيرادات ل 9 مليار دولار بزيادة 3 مليار دولار عن العام 15. زودت عدد السفن العابره وخطوط خطوه لتحقيق الازدواج اللي لا والبجاحه في كلام مسؤول بالقناه انهم جابوا فلوس التفريعه. مسؤول بقناه السويس جبنا تكلفه القناه الجديده وزياده من زمان جبنا خلاص يعني احنا قلنا لكم بالارقام ازاي ان المشروع ده فاشل وبالارقام. ولما تقيس دخل قناة السويس من سنوات طويلة مع دخل الـ العائدين العاملين من بره هتلاقي فرق رهيب. خلينا نشوف كده مصير أبرز مشروعات السيسي. التكلفة 8 مليار دولار حسب بلومبرج سنة 16. طريقة التمويل كانت 60 مليار جنيه شهادات استثمار حسب وزير الاستثمار. مليار و800 مليون قروض من البنوك لتسديد مديونية الحفر حسب كلام صحيفة الشروق والجزيرة سنة 18 و19. العائد بقى لا يوجد رقم تفصيلي حسب هيئة قناة السويس أغسطس 22. حالة المشروع، المشروع يعمل اللجوء لتوسعة جديدة بتكلفة 14 مليار دولار حسب العربي الجديد في مايو 21. 2 مليار دولار ديون لشركات الحفر يتم سدادها حسب صحيفة الشروق في 2018. يعني لما قارنا قبل كده عوائد المصريين في الخارج بهيئة قناة السويس كانت ظالمة بصراحة. فاكرين اهو أسامة ربيع بيقول إيرادات قناة السويس بلغت 144 مليار دولار منذ التأميم من سنة 56 لحد 23. بلغت كام يا أسامة؟ قال لك بلغت 144 مليار جنيه دولار. اوكي اليوم السابع بتقول اهو
219 مليار دولار في 10 سنوات من اموال المصريين عائد المصريين في الخارج. يبقى مين احسن؟ سيبك من العقل، سيبك من المنطق، حكم الارقام. مش بتشوف؟ مش في عينيك نظر؟ ان عشقنا فعذرنا ان في عيوننا نظر. اهو اهو حسب كلام انتوا، كلام كنتوا، مش كلامنا احنا يعني، ومش كلام الناس، ومش بس احنا، لا ده طلع رئيس البنك المركزي قال لك ان القناه الحقيقه يعني لبست المصريين في الحيطه وضيعت احتياطي الدولارات. من بعدها ما شفناش هشام رامز تاني، راح صندوق النقد بقى وريح نفسه. اسمع، في دولار، والدولار اللي بيتم استخدامه الحقيقه في غير محله اكتر يعني. خلينا نقول السنه دي 2015 احنا عدينا بحاجات بنسميها يعني ايه نان ريكيرنج ايتمز، اللي هي مش متكرره يعني. حفر قناه السويس ده انجاز طبعا كبير انه تم في سنه، لكن في حفرات جبناها من كل حته في العالم وكلفتنا مبلغ كبير عشان نقدر نعمل هذا الايه العمل الممتاز اللي اتعمل، ان تم حفر القناه في سنه. والمصريين حطوا فلوسهم بالجنيه المصري مش بالدولار. وده طبيعي، وده كان مش مفروض ان احنا نطلب المصريين ان هو يساهم بالدولار ويبقى نعمل دولار للبلد، لكن احنا اتكلفنا التكلفه دي هيبقى ليها عائد على المدى المتوسط. حتى الان محدش طلع صارح الناس بالمسؤول عن قرار التفريعه وفرم الاحتياطي والسقوط في بئر الرزيلة صندوق النقد، لكن الظاهر في حد يعني هينطلق كده ويتكلم ويقول بقى في ايه يعني ويصارح. خلينا نشوف العربية بتقول الدولة قررت ان تصارح الشعب بالحقائق وبدأت تنفيذ برنامج شامل ومدروس للإصلاح الاقتصادي. ده على لسان عبد الفتاح البومة. حلو الخبر ده بالمناسبة، اللي قدامك ده اتحذف، اتحط كده في الشروق واتحذف على طول بعدها، يعني نزل في العربية واتحذف بعدها. فطلع الصحفيين الكبار زي الأستاذة أبو المجد، نادي أبو المجد، سألت طب وليه اتحذف؟ نشوف كده تعليقات الناس. هات الأستاذة يا نادي أبو المجد، يا ترى لماذا تم حذفها؟ مصارحة الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه من 10 سنوات؟ بعد 10 سنوات اتحذف. الأستاذ مأمون فندي دكتور بيقول أي دولة؟ نحن الدولة، أنتم الحكومة، يا ترى لماذا؟ هو بيرد على الأستاذة نادية أبو المجد لما قالت لي اتحذف. الأستاذ رمضان قال لك دائما يصدرون الشعب أنهم دولة، وللأسف يتعامل كثير من الشعب معهم على أنهم دولة، ولذلك عندما تتحدث مع أحدهم في الشارع لن يلفظ كلمة النظام أو الحكومة أو السلطة وإنما الدولة. عين بتقول مفاهيم تغيب عن الكثيرين، تغييب الوعي المقصود أدى لفهم مختلط ومضطرب لمفهوم الدولة كإقليم والحكومة والرئيس والنواب. خبر تاني، لقينا السيسي من مقره الصيفي، الملك عبد الفتاح السيسي قاعد مع رئيس المخابرات ومدبولي عشان يشوف الوضع الاقتصادي. أهو السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة وعدد من الوزراء لبحث مؤشرات الاقتصاد المصري، ويشدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين. طبعا الناس الحقيقة حطت الخبرين مع بعض ووقفت، يعني قلقوا من اللي جاي، لأنه اللي جاي صعب. نشوف كده التغريدة دي، لو جمعنا خبر الإصلاح اللي على قناة العربية اللي اتحذفت، هذا الخبر يبقى يساوي ربنا يستر. يعني لو جمعنا الخبر بتاع اجتماع السيسي بتاع المخابرات ده مع خبر العربية اللي اتحذف يبقى ربنا يستر. ده اللي بيقوله الأخ صاحب الحساب ده. طب يا ترى ايه اللي جاي غير تنغيص حياة المصريين؟ شوال الدقيق اللي طالع الباز يقول لك الناس معاها فلوس وبيدخلوا من البدروم 75 مليار دولار وبيجيبوا الفلوس مصر وهم راجعين مصر. شوف الباز بيقول ايه؟ اشار الى انه المصريين العاملين في اوروبا وامريكا واستراليا يحملون مصر معهم عند رجوعهم حوالي من 45 الى 50 مليار دولار. متابعا، وانا راجع لمصر بنفسي بشيل حوالي 10,000 دولار.
مسموح لي بدخولها معي في المطار وانا بغير في السوق السوداء عشان السعر. طب ليه ما بتغيرش في البنك؟ مش انت وطني؟ هو العاملين فين يا اولاد؟ قال العاملين فين؟ في اوروبا وامريكا واستراليا. على فكره يا باز افندي انت بتشكك في وطنيه الناس دي. انت بس نسيت لما السيسي كان بينزل امريكا والكنيسه كانت بتعمل رحلات وده مسجل صوت وصوره يعني. وبعض المصريين كمان المسلمين كانوا بيقفوا للسيسي تحت الفندق بتاعه. دول اللي انت بتقول عليهم في امريكا مش وطنيين زيك؟ تخيل يا جماعه انا بقول للاخوه المصريين في اوروبا وامريكا واستراليا. الباز بيقول ان انتوا بتدخلوا مصر 75 مليار دولار كتيمي من البدروم. يعني مش وطنيين انتوا. هو كمان مش وطني لان هو كمان بيغير فلوسه في السوق السوداء. وبعدين بيقول لك انا برجع ب 10,000 دولار في جيبي، جبتهم منين يا باز افندي؟ لحظه هنا ساتوقف قليلا. مفروض ان انت طالع من مصر اللي هي بلدك رايح تتفسح في بلد تانية. ده الباز افندي. هات صورته كده يا ابو صلاح. الباز افندي يقطن ويعيش ويعمل في مصر. يعني هو لما بيطلع من مصر بيطلع رحله. حلو؟ ايه بقى اللي رجعك ب 10,000 دولار؟ افهم انك انت رايح تصرف. رايح فرنسا مثلا فهتجيب بقى برفانات ولبس وبتاع ومش فانت صرفت اللي معاك. مع ان فرنسا باليورو بس اوكي. رايح انجلترا بجنيه استرليني فانت رايح بقى ايه تصرف بقى وتروح بقى هارتز والحاجات دي وتجيب لعيالك وابن خالتك وابن عمتك وحته قماش فانت هتروح على ترجع الزيرو. لكن هو بيقول هو نفسه هنا بيقول برجع ب 10,000 دولار بيجيبهم منين؟ إيه؟ تلعب قمار هناك في صالات القمار يعني؟ القمار ما بيكسبش اصلا. هات يا عم التويته بتاعته الله يسترك كده. الله يستر عرضك يا ابني. هو نفسه بيقول لك انا برجع ب 10,000 دولار منين؟ إيه؟ اشار الى ان المصريين العاملين في اوروبا هو مش ده كلام الباز افندي ولا كلام انا؟ كلام مين اللي هم ناشرينه ده؟ اشار الى ان المصريين العاملين في اوروبا وامريكا واستراليا يحملون لمصر معهم مين؟ هو على لسان مين؟ حوالي 45 الى 50 مليار دولار متابعا وانا راجع لمصر. مش كلام مش معقول ده يكون كلام الباز افندي لان ده كلام مش منطقي. ازاي بترجع ب 10,000 دولار؟ لا ده مش كلام الباز افندي. ارجع لاصل الخبر ده، ده مش كلام الباز افندي، مش منطقي. مش منطقي الى انه يروح واحد ساكن في مصر راح امريكا او راح استراليا او راح انجلترا او راح اوروبا هيروح يصرف انه مش هيجي بفلوس. فده ارجع لاصله كده يا بيه ومعلش لان ده مش مظبوط. ده كلام مش مظبوط. ولو مظبوط تبقى ادانا ليه، جاب منين 10,000 دولار؟ المهم هم باصين للمواطن المصري المغترب في الخارج سواء في امريكا او استراليا او اوروبا او حتى في الخليج. مش هيسيبوه. مش هيسيبوه في حاله. ولا هو حتى في غربته بعيد عن اهله ووطنه. وعايز يقلبه في اي قرشين معاه. زي ما شفنا المقترحات اللي طلعت بتحويل اموال المصريين في الخارج النص نص مرتباتهم لمصر بالدولار. والباز بيعد عليهم الفلوس. استنى بس عشان المخرج ابو صلاح جوه بيقول لي ايه؟ بيقول لي في قانون فعلا طلع الكلام كلام الباز. اهو توك شو عايزين حل الباز للحكومه فيه 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم. حلو. لا صالح فرهود، لا صالح فرهود مع الاعلامي هو اللي قال صالح فرهود يعني. لا طبعا منطقي. ابو صلاح بيقول لي مش الباز اللي قال كده، مش الباز اللي قال بخش مصر ب 10,000 دولار، اصل هو مفترض ان هو انت خارج من مصر تصرف ترجع ب 10,000 دولار ليه؟ فكلام مش منطقي لكن هو طلع انه على لسان واحد ضيف عند الباز. انما المخرج بيقول لي انت مشكلتك ايه؟ ما هو في قانون ب 10,000 دولار. طب ما طبعا في قانون، انا مشكلتي مش قانون، مشكلتي ان هل الباز اللي قال الكلام ده ولا لا؟ لانه الباز لو رجع ب 10,000 دولار هيجيبه منين؟ ده رايح يصرف مش رايح يجيب فلوس. فهمت؟ لكن كده ظبطت. ده واحد اسمه صالح فرهود.